النهاردة هنشرح الجامدة سيجواني. هي شخصية من الشخصيات التانك، بتلعب جونجل بس يعتبر سبورت للتيم كله. شخصية ما بتجيبش كلات كتير بس بتعمل اسيست اكتر. تانك غبي وفي التيم فايت مفيدة جدا. الباسف بتاعتك ان اول ضربة بتاخدها سيجواني بتشغل عندك شيلد بيديك من 70% زائد 100% من دفاعك. الشيلد ده بيقعد لمدة ثواني وبعد كده بيقع من عليه، وكمان مفيش اي حاجة بتعمل لك سلو تقدر تأثر فيك لمدة 12 ثانية. هنبتدي بالاي. الاي بتاعتك بتخلي ان كل 4 استكات هتجمعهم من الاوتو اتاك بتاعك هيدي للعدو دامج اعلى، وبتدي للعدو من 40 ل 200 زائد 60% من الابيليتي باور بتاعك الاساسي. كل ده بيتحول لماجيك دامج. الكيو عبارة عن نطحة بتعمل كنوك باك وبتعمل من 80 ل 240 زائد 40% من الابيليتي الاساسي بتاعك. ركز بقى معايا هنا. شجواني في الدبليو بتاعتها ليها ضربتين. اول ضربة بتطوح البتاع اللي معاها دي وبتضرب كل الاعداء اللي واقفين بالعرض، وبتعمل من 20 ل 40 بيزيكال دامج لكل عدو بتلمس من البتاع دي، والبيزيكال دامج يعني بتستهدف الاتش بي بتاع العدو على طول. بعد الضربة دي ما بتخلص على طول، في ضربة تانية بتبقى بشكل طولي ودايما بتكون في نص المحيط بتاع الضربة الاولى. لو ظبطت الضربة دي على العدو صح هتنتشه بالبتاع اللي هي ماسكاها دي، وهتعمل له من 30 ل 190 بيزيكال دامج. الالت بقى ان سيجواني بتهدف حته من التلج وبتعمل على العدو من 100 ل 150 زائد 40% من الابيليتي الاساسي، وبتعمل ستان لمده ثانيه، وبتعمل سلو للاعداء اللي في المحيط الالت دي بنسبه 30%. ولو انت مجمع الاربعه ستاكس على العدو واديته الالت هتعمل من 150 ل 350 زائد 80% من الابيليتي الاساسي، واستنى لمده ثانيه ونص. عايز اقول لك على حاجه اخيره بقى. لما بتدي الاربع استكات على العدو في دايره بتظهر تحتيه، لما بتختفي تقدر تجمع عليه الاستاك من تاني. لما تلعب بسيجواني لو لقيت تيم فايت ادخل جوه نص التيم فايت وافضل دب فيهم وما تخافش مش هتموت. سيجواني من الشخصيات الصعبة ولازم يكون عندك تكنيك عالي علشان تعرف تلعب بيها. من الشخصيات اللي لو التيم بتاعها تعبان تقدر تفايد التيم بتاعها كله وتكسب الجيم. سيجواني صعب ان هي تموت. حط في دماغك وانت نازل الجيم ان انت سبورت للتيم بتاعك كله، يعني انت ممكن ما تاخدش كلايه. ما تحطش في دماغك ان انت تاخد كلايه، عشان انت بالشخصيه دي لو طمعت في كلايه انت اللي هتموت. خلي بالك ان على قد ما الشخصية دي تانك وبتستحمل على قد ما هي بطيئة، فعشان لو اتزنقت هتموت.